زينب، وصلنا لمساحتنا الطبية لليوم وهالموضوع يلي شاغل الناس حول العالم، فيروس كورونا. من الأخبار يلي تم المبالغة فيها، بعضها كان ضروري للوقاية وأخذ الحذر انطلاقا من مبدأ الوقاية خير من قنطار علاج. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بصرنا نرحب بالدكتورة ميس حوراني، اختصاصية أنف أذن حنجرة. يسعد صباحك. صباح الخير والله فادي. يبعد المرض صباح عن الخير الكل. سوريا، أهلا وسهلا. إن شاء الله. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير يعني زينب. هلأ صار حديث العالم مثل ما قلنا الإشاعات اللي ممكن أنه يطلق بعض الناس لمجرد بس الرعب، خلينا نقول بدون يمكن تحقق من المعلومة، بدون معرفة، هو بدون معرفة، هو المرض اللي يمكن غازي العالم وراعب العالم هو فيروس كورونا. لكن خلينا نحن اليوم نكون شوي هيك منطقيين وواعيين وعلميين ونحكي أكثر عن أولا الفرق بين فيروس كورونا وفيروس الجريب، بما أنه العالم خافت أنه كل ما حدا عطس أو هاي بيهربوا. تماما. هلأ الزمرتين من الفيروس أو المرضين هن أمراض تصيب بالجهاز التنفسي. هلأ في فروق بالأعراض، يعني هاي الفروق بالأعراض لازم نحن نعرفها مشان نعرف نحن إمتى نحن يعني لازم نروح لعند، مو لازم نروح لعند طبيب، بالأحرى نخاف. الانفلونزا او الجريب العادي بتكون اعراضه التنفسيه العلويه واضحه، بينما نحن لو رحنا للكورونا مثلا ما عندي التهاب، ما عندي وجع الحلق، ما عندي سيلان الانف، اعراض الكورونا تتطور بسرعه، يعني في عندي صداع شديد، في عندي حراره قويه، الاعراض التنفسيه السفليه اللي هي انا سعالها بيكون كثير جاف وكثير قوي. التعب والوهن بالكورونا بيكون على اشده، يعني نحن الاعراض العامه بتكون كثير صارخه مثل ما بيقولوا بالكورونا، بينما بالانفلونزا العادية بتكون يعني بتتطور بشكل تدريجي، بتاخذ وقتها بس ما بنفس الشدة والسرعة اللي بتتطور فيها أعراض الكورونا. نعم. يعني دكتورة أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا عم نلاحظ، يمكن خلينا نقول الكورونا صارت مثل وحش يعني أو هاجس للكتار، صار حديث البلد هو كورونا، ولكن خلينا نحكي بطريقة علمية طبية من حضرتك، نعرف الناس شو هو فيروس كورونا. الحقيقة الكورونا هي زمرة من الفيروسات، أول ما عرفت الإمراضية تبعها هي عرفت بين الحيوانات، بعدين شوهد أنه فئة منا أصابت البشر. هلأ طريقة انتقالها كانت غير معروفة، الأرجح حسب النظرية الأرجح أنه هي انتقلت من الحيوان للإنسان. هي سميت بالكورونا نتيجة شكلها من الكراون، التاج، هي بتظهر بشكل تاج تحت المجهر الإلكتروني. كورونا باللاتيني. هي هي فيروس، وهي تسبب أمراضية تنفسية عند الإنسان. هذا هو فيروس الكورونا بكل بساطة. بما أنه صرنا عم نتابع كتير أخبار وخاصة من الصين، يعني مصدر الفيروس، كمان في يمكن معلومات أو دراسات قالت أنه انتشار فيروس سأشد من كورونا أكثر فتكا، فهل هذا الخبر طور نفسه الفيروس لحتى صار أكثر فتكا من كورونا؟ هلأ بدورة حياة الفيروسات دائما الفيروسات تطور نفسها، يعني دائما الفيروسات بصير عليها طفرة جينية، يعني حتى نحن بمرض الانفلونزا العادية الجريب العادي خلينا نقول النمط يلي بيكون بهي بالشتوية الماضية غير النمط اللي بيكون بهي الشتوية، فعلا هي الشتوية حسنا أشد أكثر من مشان هيك ما أثرت فينا بالنسبة الأدوية. للقاح الانفلونزا نفسه اللقاح اللي أخذتيه أنت السنة الماضية غير اللقاح اللي رح تأخذيه السنة الجاية نتيجة التطور الجيني على الفيروس. نعم. يعني خلينا أيضا نحن هلأ نعرف مشاهدينا أنه يعني الكمامة هي مانا كتير شرط ضروري، عم نشوف العالم كتير عم على الصيدليات لا تشتري كمامات، أكيد للسبيرتو البوفيدون وأيضا المعقمات، كون في عالم احتكاكة بيكون يمكن اليومي بالشارع أو عمل المكتبي بيطلب أنه يتعقم إيدي ما دائما فيها تغسل. خلينا نحكي عن طرق الوقاية وأيضا من بالغ، يعني أنه نحن نمشي بالطريق وحاطين كمامة وكفوف، يعني رح أبدأ معك شغلة، رح نحكي عن الكمامة. حسب توصيات منظمة الصحة العالمية ارتداء الكمامة غير ضروري. طبعا. يعني ارتداء الكمامة لا يقي. الكمامة فترة استعمالها اللي لازم تستعمل فيه هي 4 ساعات، بعدين ممكن تتمزق، بعدين ممكن تبلل بالقطيرات تتلوث. تماما، هي بتصير مصدر عدوى أصلا. صح. الحالات اللي بيصير اللي لازم فيها ترتدي كمامة هي الحالات المخالطة لحالات
مصابه بفيروس الكورونا، مرضى الكورونا نفسهم مشان ما يعدوا، او الطاقم الطبي او الطاقم او التمريضي او اي ناس مخالطين عم يشتغلوا معهم. هي الحالات اللي يجب فيها ارتداء الكمامه، بينما انا امسك كمامه من الصبح للمساء حتى ويمكن قيمه واستخدمها ثاني يوم، فانا عم ضر حالي كثير اكثر من ما انه راح اخذ اكثر بكثير من الكورونا. انا حطيت هيك منبع للفيروسات وحطيته بالكمامه وعم قيمه وحطه. أكيد. منظمه الصحه العالميه اوصت بعد يعني اجت توصياتها انه ارتداء الكمامه غير ضروري بحالات الكورونا. بالنسبة للوقاية من مرض الكورونا، الحقيقة هو مثله مثل الوقاية من أي مرض تنفسي. النظافة 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 أولا وأخيرا، هذا الشيء بيبين من بيبدأ من عنا، بيبدأ من الشخص. يعني استخدام الماء والصابون، يعني ما لنا بحاجة لتوصيات منظمة صحة عالمية لحتى نحن نعرف أنه نحن لازم نغسل إيدينا بالماء والصابون 20 ثانية. نحن لما نعطس أو نسعل يعني يكون معنا منديل، وهذا المنديل كثير ضروري انه ينكب بعدين، يعني ما يضل بايدنا، اذا ضل بايدنا هو مصدر عدوى. ما معنا منديل، نصح باستخدام المرفق، تعطسي او تسالي هون، ليش؟ لان انت ما استخدمتي ايدك، اليد اللي هي رح تسلمي فيها، رح تاكلي فيها، رح تحطيها على سطح. يعني اذا ظهرت عندك اعراض التعب او الوهن يفضل انك ترتاح، الابتعاد عن الاشخاص المخالطين. كونه فيروس الكورونا في نظرية انتقاله من الحيوانات للبشر، أوصت منظمة الصحة العالمية كمان بطهي البيض واللحوم بشكل كتير جيد. نعم. طب خلينا نحكي شوي، هل صحيح أنه مثلا فيروس كورونا ما بينتقل غير عبر اللمس، أو بينتشر عبر اللمس، أو إذا الاحتكاك المباشر؟ يعني إذا مثلا كان شخص قريب منه في أعراض كورونا، كيف ممكن الشخص الثاني يتبع أساليب وقاية من فيروس؟ هلأ فيروس الكورونا ينتقل عن طريق القطيرات، القطيرات اللي بتصدر من الجهاز التنفسي سواء عطاس أو سعال. هيك طريقة انتقال العدوى تماما. هاي القطيرات إذا إجت، إذا أنت كنت مواجهة لشخص مصاب فعطس أو سعال، فوصلت القطيرات، وصل الفيروس ضمن هاي القطيرات. ممكن يكون السعال أو العطاس مثلا إجى على الإيد، هاي الإيد لمست السطوح. مع أنه في جدل أو مو في جدل، في عدم تأكيد قديش بيضل الفيروس عايش للسطوح، من عدة ساعات لعدة أيام، حسب الوضع، الوضع السطح، الحرارة الموجود فيها، حرارة الغرفة، شو هو السطح، كمية الفيروس الموجودة، هذا شيء يختلف من شيء لتاني. عن جد هو بيموت الفيروس بدرجة حرارة عالية؟ ما في شيء مثبت. ما في شيء مثبت. تماما. دكتوره، البي سي ار التحليل اللي هو تحليل الكورونا، امتى نحن بنلجا له؟ امتى بنروح بنحلل؟ في اعراض معينه لا سمح الله، الله لا يعني لا ان شاء الله ما بيتسجل عنا ولا اصابه باذن الله للكورونا، ولكن هو ارتفاع حراره يمكن لاحظها الطبيب بشكل، في اعراض معينه بتكون مميزه عن الجريب العادي او عن ذات الرئه، اللي عم يصير اختلاطات ايضا بين ذات الرئه، اشاعات عبر التواصل الاجتماعي انه لا نحن عندنا كورونا، وبعدين بيطلع انه هو ذات رئه. يعني في اعراض معينه للكورونا بيلجا بعدين الدكتور انه نحن لازم نعمل البي سي ار للمريض، خلينا نحكي عنه. هلا هذا الشيء كثير مهم، وهذا الشيء اللي اثار الرعب واثار الذعر واثار الاشاعات. الحقيقه ما كل الحالات هي حالات مشتبهة. أنا دائماً بقول لهم ما كل حدا إذا سعل هو مصاب بفيروس الكورونا. خلوا هذا الشيء، هذا الدور للطبيب. حتى الطبيب أنت لما تراجعه بالعيادة هو غير قادر يشخص إذا أنت معك كورونا أو لا، هو قادر يميز أنك أنت حالة مشتبهة أو لا. حتى الطبيب، حتى نحن ملزمين أنه نحن نبلغ مديريات الصحة التابعة لوزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية. حتى تحليل البي سي ار يخضع لرقابه وزاره الصحه، وبالتالي لرقابه منظمه الصحه العالميه. تمام. يعني هذا شيء كثير اساسي لازم نحن نعرفه. يعني مو نحن اذا كل حدا سعال لا ما عملوا له تحليل البي سي ار، يلي صاروا العالم يحكوا فيه البي سي ار كانه تحليل دم. يمكن دكتوره في لجان طبيه مختصه للذهاب لا المريض. في دائما بكل شيء بالدنيا في شيء اسمه تسلسليه تراتبيه. نعم. في شيء بالاوبئه اسمه تدرج، مثل ما نقول الف باء تاء. فكطبيب طبعا
بياخذ الظروف كلياتها، بياخذ تطور الاعراض، بياخذ الحاله اللي اجى فيها المريض، بياخذ الظروف البيئيه، يعني هذا المريض جاي مسافر من محل موبوء مثلا، كان مخالط لناس كانوا ممكن يكونوا جايين من سفر، بياخذ هي الظروف كلها. ومهمته هو الابلاغ. فيما بعد مديريات الصحه، مديريه الصحه في دمشق او في المحافظات هي اللي عليها تقرر اذا هي الحاله مشتبهه او لا، وهي التي تتحمل مسؤوليه وعلى عاتقها انه اخذ العينات للتحليل. ما نحن اللي بدنا نعمل التحليل. صحيح. مو هذا الشيء مو بسوريا بس على فكره، هذا الشيء عالمي. قرار تحليل البي سي ار يعود لوزارات الصحه في كل بلد. نعم. أكيد هون من نوه أنه أكيد وزارة الصحة إذا كان في أي إصابة لا سمح الله ما رح تخبي عن العالم، يعني هي الإشاعات اللي كانت عم تطلع فهي يعني بتضل إشاعات، لأنه صرحنا أنه بسوريا ما عنا الحمد لله ولا إصابة بفيروس كورونا. خلينا شوية نحكي كمان، انتشر من وحي المجتمع السوري والحكي، خلينا نحكي أنه اليانسون، فيتامين سي، شراب مي دافية، هدول الأشياء بأول مناعة، وهيك انت بتحصني حالك ضد فيروس كورونا. فخلينا نعرف صحة هي الأقوال. ما في ولا شيء من هذا الحكي مثبت علميا. ما في شيء مثبت علميا حسب تقارير وزارة منظمة الصحة العالمية ابدا. دورنا كأفراد نحن بالمجتمع، انا وسالي وانت، دورنا الوقاية. الدور يبدا من الانسان نفسه، الالتزام بتعاليم بتعليمات الصحة الشخصية، قواعد النظافة الشخصية، ودورنا بينتهي هون. بينما تقوية المناعة، ما تقوية المناعة هذا شيء ثاني. يعني دكتورة مثل ما ذكرت زينب، يمكن الاجتهادات الشخصية اللي عم يقوموا فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي احيانا بتكون شوي تجارية لبيع اليانسون. اذا كان عندنا شوية يانسون بدنا نبيعه فبنقول نحن لازم نشربوا يانسون، ولكن دائما التعليمات الطبية الصحيحة بطريقة علمية هي التي تفي بالغرض. كثير كمان دراسات قالت أنه فيروس كورونا بيتعرضوا له الكبار بالسن أكثر تعرضا، الكبار بالسن من الصغار. يمكن كمان بدك توضحي لنا إذا هذا الشيء أيضا مثبت علميا ولا لا، وهل في عالم تصاب عرضة أكثر من عالم؟ هلأ مو أكثر تعرضا، الاختلاطات تظهر أكبر عند كبار السن نتيجة أنه جهاز المناعي عندنا ضعف. كبار السن بشكل عام يعني عندهم أمراض تانية، فرضا ممكن يكون عندهم أمراض القلب، ممكن يكون عندهم السكري، ممكن يكون عندهم هاي الأشياء، الأمراض التي تضعف المناعة. بالتالي اختلاطات الأمراض التنفسية وليس الكورونا بشكل خاص، حتى الإنفلونزا بتعمل اختلاطات عند المرضى كبار السن، وبتعملنا ممكن تنزل على الصدر وتعمل ذات رئة وإلى بده استشفاء، كونه انه في عندنا نقص بالمناعه بس مو الاكثر تعرضا. كلياتنا معرضين نصاب بالفيروس، بس 80% من الحالات هي حالات معتدله الشده، 20% فقط تظهر فيها الاختلاطات، وسجلت الوفيات ب 2% من الحالات، وهي الحقيقه اقل من حالات الوفاه بالانفلونزا العاديه. نعم. طب دكتوره خلينا نسال هذا السؤال كل العالم عم تساله، في علاج للكورونا؟ هلا الصين يمكن بدات تسيطر على الوضع، هلا يعني اذا لا سمح الله حدا مثلا شخص عنده كورونا في له علاج؟ هل يشفى منه؟ حتى الساعه لا يشفى منه طبعا، 90% من الحالات شفيت. حتى الساعه ما في علاج للكورونا، العلاج هو بالعنايه الطبيه عندنا ذات رئه الانتفاخ التنفسي، بس علاج لفيروس الكورونا تحديدا حتى الساعه لا. نعم. دكتورة، ومن الأخطاء الشائعة كورونا هو فيروس، ولكن بعض الأشخاص عم يشتروا أنتيبيوتيك يعني ومضادات حيوية اللي هي يمكن ما بتقتل الفيروس، هي يمكن تكون بتقتل شغلة تانية، فكترة كترة الأنتيبيوتيك تماما، يعني صار أنه أي حدا بفوت دواء التهاب، مع أنه يعني هو حرام ينباع بهذه الطريقة. هاي الحالة اللي نحن منعانية مو بس مع كورونا، منعانية كل شيء أمراض تنفسية لما يكون المسبب هو فيروس. الفيروس لا يتأثر بالمضادات الحيوية تماماً. أبداً. لا يعني لا دور للصادات الحيوية نهائياً في علاج لا فيروس الكورونا ولا أي فيروس آخر. نحتفظ بالمضادات الحيوية لعلاج الاختلاطات في حال ثبت أنه في سبب، يعني في اختلاط جرثومي صار. يعني نحن عم نعمل استخدام خاطئ للأنتيبيوتيك، عم نعمل مناعة، عم نعمل مقاومة بالحالات يلي بيصير فينا بدنا هذا الأنتيبيوتيك لعلاج شيء معين، عم لاقي ضرر
حراري مقاوم من الجراثيم نتيجه الاستخدام العشوائي للصادات. نعم. طيب دكتوره قد ايه يمكن خطر انه مثلا الواحد من عنده يوصف يمكن مضادات حيويه او كذا لحتى وياخذها هيك من دون وصف الطبيب وبس ليكون هيك عم بيحسن حاله؟ ما بتأذي الجسم اذا ما كان في التهاب؟ بيكون عم يضر حاله وما عم يستفيد شيء نهائيا ابدا، يعني لا هو اخذ وقايه لانه المضاد الحيوي ما له وقايه اصلا من الاصابه باي شيء، ولا هو عالج وهو ضر نفسه وهو ضرنا نحن بشكل عام، يعني بالنهايه الضرر بده يصير على المجتمع بشكل عام. نعم. يعني دكتوره ان شاء الله يا رب هيك من خلال لقائنا معك يعني زينب ان شاء الله هيك العالم شوي برد قلبها، ارتاحت، ما بقى كثير خافت، وان شاء الله تكون هالمعلومات العلميه دكتوره قدرنا نحن نوصلها لمشاهدينا، ونتمنى الصحه والسلامه للجميع، ونتشكر وجودك اللطيف معنا. شكرا كثير لكم. شكرا لك دكتوره، واكيد ان شاء الله هي المعلومات كل العالم يكونوا هيك اخذوا منا الفائده. شكرا لكم وان شاء الله الصحه للجميع يا رب. اهلا وسهلا فيكي. اما هلا سالي بنروح على جوله على ابرز الاحداث الثقافيه، رح نبداها من